حلقة جديدة من برنامج عين على الإمارات، ثرية وغنية ومتنوعة أيضا، معي أنا عبد اللطيف بخوش، وفيها لهذا الأسبوع: دول مجلس التعاون الخليجي تتفق على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5%. موديس للتصنيف الائتماني تؤكد استقرار نظرتها للنظام المصرفي في الإمارات. وفي هذه الحلقة أيضا نستعرض نتائج استطلاع سي ام بي سي عربية لأداء الأسواق الإماراتية في عام 2015. قبل البث والتفصيل في هذه الأخبار، دعونا نلقي نظرة وعن كثب عن أهم أخبار هذا الأسبوع. رجح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري نمو اقتصاد الإمارات بين 3 و3.5% خلال عامي 2015 و2016. يذكر أن هذا المعدل هو أدنى من تقديرات مصرف الإمارات المركزي التي أصدرها في يوليو تموز الماضي، والتي كانت تقدر بنحو 4%. انخفض مستوى التضخم في الإمارات خلال شهر أكتوبر من عام 2015 إلى 3.68%، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام. وحسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني الإماراتي، سجل رقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى نحو 127 نقطة خلال أكتوبر من عام 2015، مقارنة بنحو 122 نقطة خلال شهر أكتوبر من عام 2014. صدرت رسميا الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركات لأسهمها بقصد إعادة بيعها، وبحسب القرار فإنه يجوز للشركة المساهمة شراء نسبة من أسهمها بقصد إعادة بيعها وفقا لشروط، منها أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة المدرجة في السوق سنتين ماليتين على الأقل، وأن تكون أصدرت ميزانيتين مدققتين تم اعتمادهما من الجمعية العمومية للشركة، وأن تكون مضت على آخر عملية بيع لأسهمها مدة لا تقل عن سنة، كما اشترط القرار موافقة الجمعية العمومية. توقعت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن يتجاوز إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة 14 مليون نزيل خلال العام الجاري. وأشارت الدائرة إلى أن استطاعت دبي تحقيق نمو من خانتين في أعداد الزوار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2015. الاتفاق الخليجي حول ضريبة القيمة المضافة كان الحدث والخبر الأبرز لهذا الأسبوع. قيمة ونسبة هذا الضريبة ستكون 5%، تشمل مختلف القطاعات باستثناء الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية. التقرير التالي والتفاصيل. هي لم تظهر حاجتها للبحث عن إيرادات جديدة من مصادر أخرى، فقد اعتمدت بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز فيما مضى، إلا أن تراجع أسعار النفط والغاز المستمرة دفع بها إلى البحث عن مصادر أخرى لتعزيز إيراداتها. دول مجلس التعاون الخليجي تتفق أخيرا على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5%. ويرى الخبراء أن تطبيق هذه الضريبة بنسبة 5% قد تدر إيرادات تمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف ببدء العمل بها خلال 3 سنوات أو 18 شهرا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي تام في هذا الشأن. إن سوق العقارات الإماراتي يمر بمرحلة وهن في الوقت الراهن، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية، وفي نفس الوقت شاهدنا الكثير من المعروض في الأسواق، وبالتالي فإن جميع هذه العوامل أدت إلى انخفاض الأسعار في العام الحالي، وأتوقع أن يستمر ذلك في عام 2016 كذلك، وهو ما أعتقد بأنه لا يشبه ما حدث في أزمة عامي 2009 و2010، وذلك لأن حجم نفوذ القطاع في السوق ليس شبيها كحجمه في السابق، كما أن حالة عدم التطابق بين العرض والطلب مختلفة أيضا، لذا أتوقع أن تستمر حالة الوهن هذه في القطاع العقاري على مدى 12 شهرا المقبلة. ومع ذلك يتم في الآونة الأخيرة إجراء تصحيح لبعض أقسام القطاع العقاري في الإمارات، مما جعلها تبدو جذابة، وأقصد القطاع العقاري السكني الذي بدا جذابا بشكل أكبر في الآونة الأخيرة. ومن هنا أقول بأنه إصلاح معتدل، ولكن النتائج ليست كبيرة، إذ سيشهد عام 2016 تراجعا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، وليس أكثر.
الإمارات العربية المتحدة كانت تدرس المشروع منذ أشهر، مدفوعة بتراجع إيراداتها النفطية وارتفاع الإنفاق العام بسبب ارتفاع معدلات نمو السكان وزيادة نسبة الداخلين للنظام التعليمي والباحثين عن عمل، ومطالبات مستمرة بزيادة الإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى. كان هو صحيح دول الخليج أعلنوا، لكن أعتقد أن احنا ينبغي أن ننتظر. الإشكالية الكبرى أنه إلى الآن أعتقد أن المفروض أن الحكومة يكون لديها خطة إعلامية واضحة تشرح للناس ماذا تعني هذه الضريبة. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك، هي ضريبة غير مباشرة، وهي مثل كثير من الأحيان اللي هي الرسوم اللي احنا ندفعها، و يعني بعض الأحيان احنا نقبلها وممكن تكون أكثر من 5%. هذا وحددت الإمارات والدول الخليجية بعض القطاعات التي سيتم استثناءها من القيمة المضافة، تضمنت كل من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية. وبهذه الخطوة تكون وبحسب صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية أجرت تعديلات مهمة لموازناتها لتكييفها مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل. إذن هي خطوة طال انتظارها، اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها أن تعزز إيراداتها في ظل تراجع أسعار النفط التي بدأت بالهبوط منذ يونيو الماضي. التصنيف الائتماني للنظام المصرفي الإماراتي يبقى على حاله دون تغيير منذ عام 2013 حسب ما أكدته وكالة التصنيف الائتماني موديز، وهذا ما يشير إلى بقاء محافظ الائتمان المصرفي الإماراتي على حالتها وقوتها رغم التباطؤ الاقتصادي في الدولة وتراجع أسعار النفط. التقرير التالي والتفاصيل. الأكثر تنوعا في المنطقة، صفة أطلقت على الاقتصاد الإماراتي في ظل استمرار الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي والنمو المستمر للقطاع الخاص في دبي، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنحو 3.1% في العام الجاري و 3.2% في العام القادم، مشيرة إلى أن انخفاض النفط سيتسبب في بطء وتيرة نمو الائتمان بالقطاع المصرفي بنسبة سنوية تتراوح بين 3.5% في 2015 بالمقارنة مع 9% في العام الماضي، متوقعة أن يبقى النمو على مستواه الحالي عند نحو 5% من إجمالي القروض في 2016. موديز التي منحت النظام المصرفي الإماراتي نظرة مستقبلية مستقرة أكدت على وفرة السيولة وصلابة رأس المال للبنوك على الرغم من إمكانية استمرار انخفاض العائدات الحكومية من النفط والتي قد تقود إلى سحوبات من الودائع الحكومية وتضغط على أحجام السيولة على المدى الطويل. نظرة مستقرة جاءت على الرغم من ارتفاع حجم الديون الرديئة والمخاطر السلبية التي قد تنشأ عن قروض القطاع العقاري بسبب الضغوط على الاقتصاد المحلي من انخفاض النفط، إلى جانب التعرض المباشر لإصدارات ديون الجهات الحكومية بالتزامن مع قوانين المصرف المركزي والتي تضع سقفاً للمقترضين الكبار وتحدد شروط القروض الاستهلاكية. توقعات متفائلة للمصارف الإماراتية قللت فيها موديز من مخاوف تراجع السيولة نتيجة السحوبات الحكومية بالتزامن مع تراجع قيم الودائع الحكومية التي أدت إلى انخفاض قيمة الودائع الإجمالية بالنظام المصرفي الإماراتي بنسبة تتراوح بين 2-4%. وعلى الرغم من تباطؤ القروض الناجم عن انخفاض قيم الودائع وتراجع معدلات السيولة، إلا أن موديز راهنت على قدرة البنوك تخطي هذه المعضلة من خلال استمرار الدعم الحكومي ومستويات الربحية المقبولة نوعاً ما. إذن هو تصنيف جيد بكل المقاييس لثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في الإمارات، والذي تعقد عليه الآمال في المساهمة الكبيرة والفعالة في تجاوز أزمة تراجع العائدات النفطية. الأسواق الإماراتية كغيرها من أسواق المنطقة والعالم ترزخ تحت وطأة تراجع الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. في استطلاع لسي ام بي سي عربية توقع المحللون أن يلامس مؤشر دبي للأوراق المالية نطاق 3000 نقطة مع نهاية السنة، وتشير التوقعات أيضا أن يتراجع سوق أبوظبي إلى 3600 نقطة مع نهاية السنة. التقرير التالي والتفاصيل.
تحرر المستثمرين من درجة الارتباط بين تحركات أسعار النفط العالمية وأداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط عامة والإماراتية خاصة أمر ليس بالسهل، إلا أنه لابد أن يحدث، فلابد أن يعتاد المستثمرون على أسعار النفط المنخفضة وسط توقعات بأن تهدأ موجة بيع الأسهم مع خروج المستثمرين من أعباء القروض التي دعموا بها مشترياتهم من الأسهم. وفي استطلاع لCNBC عربية شمل 20 محللاً، توقع 70% منهم انخفاض سوق دبي مع نهاية العام الجاري ليلامس مستويات 3000 نقطة بعدما بدأ العام عند 3774 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له في العام الجاري في 30 من إبريل عند 4253 نقطة، بينما كان 28 من أغسطس موعداً لتسجيل أقل مستوى لهذا العام عند 3241 نقطة. بينما توقع 20% ممن شملهم الاستطلاع ارتفاع المؤشر مع نهاية العام، ولكن بنسب لا تصل أشدها تفاؤلاً إلى 1%، في حين توقع 10% من المحللين أن يعود المؤشر إلى مستويات بداية العام. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد توقع 60% من المحللين أن الانخفاض سيكون نصيبه مع نهاية العام، ولكن تفاوتت الآراء حول المستوى الذي سيغلق عليه المؤشر، ليصل المؤشر إلى مستويات 3600 نقطة عند الأشد تشاؤماً بين المحللين، بعدما بدأ السوق تداولات 2015 عند 4528 نقطة، مسجلاً أعلى نقطة عند 4900 ونقطتين، وأقل نقطة في 28 من أغسطس عند 4069 نقطة، في حين انقسم 40% من المحللين مناصفة ما بين أن يحافظ المؤشر على مستويات بداية العام وأن يسجل ارتفاعاً طفيفاً. وبرر المحللون نظرتهم التشاؤمية هذه بعدم الاستقرار السياسي في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وبعد فصل قصير نتابع عين على الإمارات وفيها: قمة المعرفة رافد للابتكار وخلق الثروة في الإمارات. في حديث خاص CNBC عربية، توقع رئيس تنفيذي لمجموعة العربية للطيران عادل العلي أن تستلم الشركة خلال 2016 6 طائرات جديدة، وهو ما سيعزز الخطط الاستراتيجية والتوسعية للشركة في أوروبا والمغرب العربي. الوضع الاقتصادي بالمنطقة وبالعالم والوضع السياسي بالمنطقة بالذات لها تحدي خاص، لكن لا نزال نرى النمو في المنطقة، فعلى هالأساس 2016 متوقع أن نستلم 6 طائرات جديدة، توصل أسطولنا إلى 46 طائرة. في عندنا خطة توسعية مستمرة، احنا بدينا بآخر موسم 2015 الطيران إلى مطارات في مطار في الصين، وكثفنا الرحلات إلى عدة مطارات في باكستان على أساس الاتفاقية صارت بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان لزيادة الرحلات للشركات من الطرفين من الدولتين، بالإضافة إلى بالنسبة إلى العربية المغرب لها هناك بيكون عندنا زيادة من 4 طائرات إلى 5 طائرات في سنة 2016، أي بزيادة 20% بيكون. نتوقع أن نتوسع في كذا مطار أخرى في أوروبا، بين أوروبا وبين المغرب العربي، بالذات نكثف الرحلات بعد ما بدينا على الخط من ألمانيا مطار فرانكفورت إلى مراكش، كان خط جيد ومجدي، فيكون لنا رغبة في زيادة الرحلات على الخط.
فطبيعة الحال كشركة طائران لابد دائما يكون عندنا كذا مطار جديد نفتحه بجميع الخطوط بالمجموعة اللي موجودة عندنا إلى مطارات، جزء منهم بالشرق وجزء منهم بالغرب، والتكثيف الرحلات في بعض المطارات بالمنطقة في الشرق الأوسط مع استلام الست طائرات اللي قلت لك. فهي الخطة بشكل إجمالي. إطلاق بوابة المعرفة والإعلان عن نتائج مؤشر المعرفة العربية الذي اشتمل على 6 من أهم القطاعات الحيوية في العالم العربي هي أهم ملامح قمة المعرفة لعام 2015. التقرير التالي والتفاصيل. تحت شعار الطريق إلى الابتكار انطلقت فعاليات قمة المعرفة للعام 2015 التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد المكتوم، حيث اجتمعت نخبة من المفكرين والخبراء لمناقشة طرق توظيف الابتكار في تعزيز ونشر ونقل المعرفة. أنا بشعر بكتير فخر واعتزاز لوجودي هون في دبي لحضور مؤتمر المعرفة، هذا المؤتمر اللي بيجمع نخبة من العلماء والأخصائيين من جميع أنحاء العالم. هذا مهم جدا لنا بالعالم العربي لأنه بيسمح لنا أنه نجتمع مع بعض، أنه نتبادل الخبرات، نشوف كيف نقدر نتعاون وكمان نحط خطط للمستقبل. ويأتي محور الابتكار في التعليم على رأس أولويات القمة هذا العام لما يشكله من نواة لتقدم الشعوب، وهناك أيضا محور تكنولوجيا المعلومات الذي يرسم ملامح مستقبل الأمم، ومحور البحث العلمي الذي يجسد أهم مراحل تطور المجتمعات، بالإضافة إلى محور توظيف الابتكار في مجال الإعلام وصناعة الأفلام. في كذا دولة عربية حاطة نسب عالية جدا في ميزانياتها للتعليم، وأعلى بكثير من نسب دول غربية حتى، ولكن الموضوع يحتاج تخطيط، تكاتف الكل، الدولة الوحدة ما حتصلح الأمور، لازم الأسرة في البيت تشتغل، المدرس لازم يشتغل في فصله، المجتمع المدني لازم يكون له دور، فكل الناس لازم تعمل من أجل تحسين الفكر والمعرفة في العالم العربي. يعني لو تحسنت المعرفة هذا حيبان أثره في كل القطاعات، حتحسن الصحة، حتحسن الاقتصاد، حتحسن مشاكل الإسكان، كل المشاكل حتتحسن إذا ده أشتغل صح وتحسن. وقد شهدت قمة المعرفة الكشف عن نتائج مؤشر المعرفة العربي الذي يرصد واقع المعرفة في الوطن العربي مع مراعاة خصوصيات المنطقة العربية، ويشتمل المؤشر على محاور أساسية غطت 6 من أهم القطاعات الحيوية، وشملت كلا من التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والتدريب المهني والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمجال الاقتصادي. من يملك المعرفة يملك كل شيء، فالمعرفة هي أساس حضارة الشعوب، هذا ما نادت به قمة المعرفة لعام 2015. بشار جرعتلي، CNBC عربية، دبي. أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة سيما بحوث في حديث خاص CNBC عربية على هامش قمة المعرفة 2015 في دبي أن هناك شراكة قوية تجمع بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الإمائي للأمم المتحدة للمزيد من المعرفة في المنطقة العربية. نحن هنا اليوم للمشاركة مع مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد في قمة المعرفة الثانية والتي عنوانها الطريق إلى الابتكار، وهذه القمة نحن شاركنا في القمة الأولى أيضا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تجمعنا شراكة قوية جدا مع مؤسسة سمو الشيخ، وذلك من أجل بناء المزيد من المعرفة في المنطقة العربية، من أجل بناء مجتمعات المعرفة، من أجل التأكيد على أهمية التعليم وأهمية التعليم النوعي الذي يؤدي في النهاية إلى الابتكار وإلى تحسين نوعية الحياة للشباب والشابات في المنطقة العربية. أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدر 3 تقارير حول المعرفة في المنطقة العربية، كلها كانت مرتبطة بالشباب وبأولويات الشباب في المنطقة، أولويات التعليم في المنطقة، وهذا يعني تقارير كانت مهمة جدا في هذا المجال. اليوم تم إطلاق مؤشر المعرفة العربي وأيضا منصة المعرفة العربية عن طريق طبعا سمو الشيخ بحضوره حفل الافتتاح،
هذه المنصة وهذا المؤشر هو مؤشر ينظر إلى عدد من المؤشرات التي تعطينا فكرة أكبر عن وضع التعليم في المنطقة العربية، إن كان وضع التعليم العالي ووضع التعليم المهني، وضع استخدام التكنولوجيا في التعليم وأمور أخرى في كافة الدول العربية، وبالتالي هذا يساعد صاحب القرار على التخطيط الأحسن في مجال التعليم وفي مجال المعرفة، يساعد أيضا على معرفة أين ما هي تحديات الابتكار في المنطقة العربية، ما هي تحديات التعليم النوعي، ما هي تحديات الأخرى التي يجب أن نركز عليها ويركز عليها صاحب القرار. أيضا تساعد الطلاب والطالبات في الجامعات والأساتذة وغيرهم على المعرفة الأحسن في المنطقة العربية ومعرفة في التحديات التنموية المختلفة. طبعا التحديات اللي أمامنا الآن بالنسبة للتنمية المستدامة هي تحديات، وبالنسبة لأجندة التنمية المستدامة 2030 هي تحديات تنموية اجتماعية اقتصادية بيئية، كلها بحاجة إلى معلومات. كل التحديات دائما، أهم تحدي في المنطقة العربية دائما يكون حول موضوع المعلومات وموضوع دقة المعلومات. العضو المنتدب لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد المكثوم في حديث خاص لسي ام بي سي عربية يؤكد أن الاستفادة من القمة بالإضافة إلى المؤشر وجائزة المعرفة تعطي الخبرة للقيادة إلى الوصول إلى عالم الابتكار. الاستفادة كلها من قمة المعرفة تأتي من النظر إلى التجارب الناجحة في العالم والتجارب الناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ونائبه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وصلت دولة الإمارات إلى ما وصلت إليه. اليوم تجد الخبراء كلهم والعلماء في قمة المعرفة يشيدون بدولة الإمارات، فإذا إذا كانت هناك دولة عربية تحقق فيها ما تريده الحضارة وما يريده التقدم، فلماذا لا يكون كذلك في أي دولة عربية؟ نحن لا نفرح فقط لأنفسنا، نحن نفرح لكل دولة عربية إذا نجحت وأنجزت. رأيتم في مؤشر المعرفة أن هناك 18% من الأمية عام 1960، أما الآن وصلت فوق، يعني الآن الأمية انخفضت إلى مستويات دنيا، في بعض الدول العربية أعلى قليلا، لكن هناك إنجاز ونحن نفرح بهذا. وهذه القمة ومؤشر المعرفة وجائزة المعرفة كلها تصب، ومنصة اللي هي موقع المعرفة knowledgeforall.ae هذه كلها تعطي الخبرة، تعطي المعلومة الصحيحة، وتعطي الإرشاد الصحيح لأي قيادة أن تصل إلى الابتكار الذي هو نتيجة للأبحاث، والأبحاث نتيجة للمعرفة. المشكلة ليست مالا، الابتكار سيخلق المال، لكن الإرادة والعزيمة وحضور هذه القمم والكتابة، أن الإنسان يسجل وينظر إلى هذه المعلومات التي ستعطيه قوة وريادة في مجتمعه. ومن عالم المعرفة إلى عالم الرياضة، أو بالأحرى رياضة الأغنياء، حيث تولي الإمارات اهتماما خاص برياضة الجولف التي يجد روادها في ملاعب الدولة الكثيرة والعديدة ملاذا للترفيه. التقرير التالي والتفاصيل. ستكون مدينة عجمان على موعد مع البطولات الكبرى في عالم الجولف بعد تشييد وافتتاح نادي الزوراء للجولف الذي يضم برنامجا مكونا من 18 حفرة، وتم تأسيسه بالشراكة بين حكومة عجمان وشركة سوليتير انترناشونال. مشروع الزورة للجولف التي تم افتتاحه اليوم، هو صارنا سنتين يعني بدينا العمل فيه، هو من تصميم شركة نيكلاوس العالمية وإدارة شركة ترون العالمية، مملوك بالكامل من شركة الزورة، 18 حفرة يعني ملاقي إقبال قوي من أول يوم تم افتتاحه. نحن مشروع الزورة بالمرحلة الأولى يلي متوقع انتهاء منها العام المقبل، اللي اليوم كان باكورة الافتتاح، افتتاح المشاريع فيها، ملعب جولف،
فيلل على الجولف حوالي 800 وحدة من فيلل وتاون هاوسز وشقق سكنية. المرحلة الأولى استثمرت الشركة حوالي 2 مليار درهم. ملعب الجولف من تصميم شركة نيكلاوس ديزاين، وتديره الشركة الأمريكية الأولى في العالم في مجال إدارة ملاعب الجولف، وهي شركة ترون جولف. مشروع الزوراء تم عرضه علينا منذ عامين، وكنا مهتمين بالأمر، وبشكل خاص عندما علمنا أن شركة نيكولاس ديزاين المسؤولة عن التصميم، بالإضافة إلى السمعة الطيبة لشركة سوليدير إنترناشنال. وكما ترى في النهاية نحن أمام ملعب رائع بكل المقاييس. نحن طرف ثالث في المشروع لإدارة نادي الجولف، وشاركنا منذ البداية مع المصمم في تطوير برنامج الجولف المكون من 18 حفرة. المرحلة الأولى من مشروع الزوراء بتكلفة 2 ملياري درهم إماراتي، وتضم مجموعة من المرافق السكنية بالإضافة إلى ملعب الجولف ومرسى لليخوت مع واجهة مائية تمتد بطول 12 كيلومتر. افتتاح أحدث ملعب لرياضة الجولف في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في إمارات عجمان. الملعب المكون من 18 حفرة ملعب دولي ومستعد لاستضافة البطولات الدولية في رياضة الأغنياء. محمد سيف، CNBC عربية، عجمان. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على الإمارات. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقع CNBC عربية أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.